بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول التأليف، وقبل أن نبدأ بالحديث لا بأس أن نشير إلى أن الشيء له وجودات أربعة، وبعبارة أخرى توجد له أربعة أنواع من الوجودات. النوع الأول الوجود العيني، والوجود العيني عبارة عن الوجود الذي تترتب عليه الآثار المترقبة من الشيء، هذا يقال له الوجود العيني. مثلا النار الموجودة في المدفأ أو في الموقد، هذه وجود عيني للنار. الآثار المترقبة من النار هي الإحراق، وهي الدفء أو الدفء وما أشبه ذلك، وهذه الآثار تترتب على هذا النحو من وجود النار. النوع الثاني الوجود الذهني، وهو عبارة عن وجود الشيء في صفحات الأذهان، بحيث لا تترتب عليه الآثار المترقبة من الشيء. أنا عندما أقول النار يتولد هنالك مفهوم في ذهنكم، تتولد هنالك صورة في ذهنكم، ولكن هذه الصورة لا تحرق، وهذه الصورة لا تدفئ. الماء العيني يروي، ولكن الماء الذهني لا يروي العطشان. هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث الوجود اللفظي،
الذي هو عبارة عن الألفاظ المعبرة عن الوجود العيني أو عن الوجود الذهني. والنوع الرابع الوجود الكتبي، هذه النقوش التي تعبر عن الواقع. هذه أربعة أنواع: الوجود العيني، والوجود الذهني، والوجود اللفظي، والوجود الكتبي. كل شيء له شعاع، الأشياء لها شعاع وجودي. احنا اذا نقارن هذه الوجودات الأربعة، الشيء الذي يبدو أنه من هذه الوجودات الأربعة، الشعاع الوجودي من ناحية الكم ومن ناحية الكيف ومن ناحية الامتداد، الامتداد في عمود الزمان، ومن ناحية سعة التأثير وحجم التأثير، أقوى هذه الوجودات هو الوجود الكتبي. الوجود العيني وجود مؤقت، مرادنا الوجود المادي في هذا البحث. الوجود العيني احنا كم نعيش؟ نعيش 100 عام وثم بعد ذلك ننتهي ولا يبقى منا اثر. الوجود الذهني محدود من الناحية الظاهرية، من الناحية الدنيوية. الوجود الذهني ومضى وتنطفئ، أشياء تخطر على البال وتنطفئ وتنتهي. حتى إحنا بعض الأحيان نكتب أشياء ثم نعود إليها فنتعجب أنه هل هذه الأشياء نحن كتبناها؟ الشيء الذي يبقى هو الوجود اللفظي والكتبي، وهذه من النعم الإلهية العظيمة على البشر. الآيات الأول التي نزلت في القرآن الكريم فيها إشارة إلى القلم. اقرأ، الله تعالى يقول: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. حقيقة إذا ما كانت إلا هذه الآية، أوائل الآيات القراءة والكتاب، هذا مو عجيب؟ في ذلك المحيط الأمي اللي يقولون أن العرب كان فيهم 10 أفراد يعرفون القراءة والكتاب. الآيات الأول فيها إشارة إلى القراءة والكتاب. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.
حقيقة القرآن عجيب. وفي آية أخرى الله تعالى يقول في سورة القلم، سورة تحمل اسم القلم، نون والقلم، وما يسطرون، لعل هذه الواو واو القسم، الله تعالى يقسم بالقلم. وفي بالي أنه في تاريخ إدريس النبي على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، يقولون إنه علم البشر، طبعا يذكرونه بشكل عابر المؤرخين والمفسرين، ولكن هذا الشيء الذي علمه للبشر الحضارة البشرية حاضرها وماضيها ومستقبلها مدينة لهذا النبي. في بالي أنه في التفاسير أنه النبي إدريس علم البشر الكتاب، إذا كتاب ما كانت كيف كانت تحفظ الأفكار؟ هذه الفكرة اللي تجي في ذهنكم وتنتهي، أنتوا بكرة يمكن تنسونها، إشلون هذه الفكرة تبقى؟ أحيانا تدخلون في مكتبة تشوفون كتاب ألف قبل 1000 عام، قبل 1000 عام. الشيخ المفيد أو الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، الشيخ الطوسي له حق عظيم على جميع الشيعة الذين جاءوا من بعد. الشهيد الثاني رحمة الله عليه عنده كلمة، أو الشهيد الأول، أن أصول المذهب كلها جاءت عبره. حقيقة الرجل موفق. الكتب الأربعة اللي الآن، هذا كلام الشهيد له تفصيل، ما علي بالتفصيل والشرح، الكتب الحديثية الأربعة 2 منها للشيخ الطوسي، الكافي للكليني، ومن لا يحضره الفقيه للصدوق، والتهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي، 2 من الكتب الأربعة. الكتب الرجالية المهمة 2 منها يرتبطان بالشيخ الطوسي، واحد منا كتاب الرجال الذي ألفه هو الشيخ، واحد اختيار معرفة الرجال للكشي، لأن هذا الكتاب فقد، والذي بقي اختيار معرفة الرجال. وجميع الكتب المتقدمة على الشيخ تنتهي إلينا عبر الشيخ، أو معظمها. عبارة الشهيد أن أصول المذهب كلها تنتهي إليه. هذا الرجل اللي كان مكب على التأليف ليلا ونهارا، من مفاخر الشيعة الشيخ. فكرة قبل 1000 عام خطرت في باله، وبعد لحظات تنتهي الفكرة، لأن هاي الصور الذهنية المتعاقبة بالذهن تخطر وتنتهي وتنعد. أو تنتقل إلى مكان آخر من طبقات الذهن. ولكن هذه الفكرة الشيخ قيدها في كلمات،
احنا بعد 1000 عام نروح الى المكتبة ناخذ كتاب الشيخ في الفقه في الاصول في التفسير في الرجال في الحديث، الفكرة اللي فكر فيها قبل 1000 عام نستخرجها من حروف ميتة؟ هذا مو عجيب؟ انتوا الان تفكرون فكرة، هذه الفكرة تنتهي تنعدم بعد لحظات ولو من الناحية الظاهرية، ولكن هذه الفكرة اذا خليتوها في كلمات في هذه القوالب اللفظية بعد 1000 عام واحد يجي يستخرج من هذه الكلمات تلك الفكرة اللي انتوا فكرتوا فيها قبل 1000 عام، هذه حقيقة مو من النعم العظيمة لله تعالى على البشر؟ هذا التراث الحضاري والفكري والثقافي والديني رهين هذه الحروف ألف ب ت، هاي 28 حرف لو أكثر لو أقل باختلاف اللغات، هذا كل التراث الحضاري والفكري والديني والثقافي للبشر أو معظمه مدين لهذه الأحرف. ولذلك في الواقع التأليف والكتابة عملان مهمان جدا فوق ما نفكر وفوق ما نتصور، جدا مهم. الوالد رحمة الله عليه كان يقول الأنبياء اللي ما عندهم كتاب لا نعرفهم، كم نبي عندنا احنا؟ 124,000 نبي، كم واحد تعرفون منهم؟ تعرفون 100 واحد منهم؟ ما أظن. منو كانوا؟ ماذا فعلوا؟ لا نعرف. الأنبياء الذين لهم كتاب أو الذين ذكروا في كتاب، يعني نوح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام يمكن ما إلى كتاب ولكن ذكر في كتاب، بقي هذا. الأنبياء اللي ما كان عندهم كتاب والذين لم يذكروا في كتاب انتهى. العلماء علماء، صاحب الكفاية له كفاية، الشيخ الأعظم له المكاسب والرسائل، آراؤه حية، آراء مطروحة الآن في بحوث الخارج في كل مكان من قبل 150 عام أو أكثر أو أقل إلى هذا اليوم وإلى أن يشاء الله، قال الشيخ الأعظم وقال الشيخ الأعظم وقال صاحب الكفاية وقال صاحب العروة. أكو علماء محققين مدققين كتاب ما إله، آراءهم مو مطروحة إلا بمقدار قليل. المجدد الكبير صاحب قضية التنباك ما عنده كتاب، أكو بعض التقريرات اللي طبعت مؤخرا، والمجدد أستاذ صاحب الكفاية وفي مكان من الكفاية يشير إليه في بحث الترتب، يشير إلى المجدد يقول أنه هذا كان رأي المجدد وكنا نشكل عليه بهذا الإشكال. كان يكتب بين أوراق المكاتيب، مو مكتوب يجي، ما كان يأخذ أوراق بيضاء ودفاتر جديدة، عجيب
كان مدقق في هذه الجهة. حتى كاتبين في أحواله عندما كان يعلق عود الثقاب كان يطفئ في الأثناء ويحفظ حتى مرة ثانية يعلق من الجانب الثاني. طبعا هذا مو من البخل، جدا كريم، وهو ابن تاجر كبير أيضا من الدقة. فكان يعلق الثقاب من طرفيه، فأوراق المكاتب اللي كانت تجي كان يكتب البحوث العلمية بينها. وبعدين كان يجمعها وكلها يلقيها بالشاط، إما هو يلقيها أو يأمر واحد يلقيها بالشاط. هسه هذا كان رأيه. لماذا؟ لعلنا لا نعلم ليش هذا كان رأيه، أنه كان رأيه أن تلقى كتبه في الشاط. ولكن عمليا آراء جدا قليل تطرح في البحوث، فحقيقة الكتاب والتأليف والكتابة والقلم لها دور مهم جدا ودور باقي. ننتقل إلى نقطة ثانية. وهذه النقطة الثانية عوائق التأليف، العوائق الخارجية للتأليف. قضية العوائق الخارجية قضية مهمة في فكرنا، إحنا نظن أن العظماء ما كانت عندهم مشاكل. واحد يجي يشوف أنه مريض يقول أنا الرجل المريض المعوق أتمكن أن أؤلف. واحد فقير، رجل فقير بالليل ما يتمكن ينام للديون الملقاة على عاتقه، هذا يتمكن يؤلف. يقول الكتابة تحتاج إلى فكر صافي وإلى نفسية منشرح. التأليف يحتاج إلى فكر صافي، الدراسة تحتاج إلى فكر صافي، الخطابة تحتاج إلى إمكانات، العمل يحتاج إلى كذا. من يتمكن؟ إحنا نظن أن العظماء ما كانت لهم مشاكل في الحياة، وهذا المنطق موجود إن شاء الله في أي يوم انتهت هذه المشكلة أنا أبدأ. العظماء مو أنه ما كانت لهم مشاكل، عظمتهم في أنهم قهروا هذه المشاكل وتغلبوا على هذه المشاكل. كان واحد يقول كلام لطيف، يقول أنا دائما كنت أفكر في أن أبدأ بعد ما تنتهي المشكلة، وهاي المشكلة تنتهي تبدأ مشكلة ثانية، أقول هاي المشكلة الثانية إن شاء الله تنتهي بعدين أبدأ. وهكذا ظللت عمر أقول
أبدأ بعد أن تنتهي هذه المشط، أبدأ حياتي بعد انتهاء المشاق. ثم عرفت أن الحياة عبارة عن هذه المشط. الحياة شنو هي؟ حياة يعني هاي المشط. فمتى واحد يبدأ؟ إذا فكر في انتهاء المشاق. العلماء الذين كانوا، العلماء الذين حققوا هذه الإنجازات الضخمة، كلهم أو معظمهم كانوا مبتلين بمشاكل. صاحب العروة ما كانت له مشكلة، صاحب العروة ثمن عشاء ما كان عنده، كان يجمع قشور الرق ويطبخها ويأكلها. هاي العروة اللي الآن تشوفوها مدار الحوزات العلمية، نحن نرى العروة ولكن لا نرى ما خلف العروة. هذه الإرادة هي التي كانت خلف العروة الوثقى. احنا نشوف الكفاية ولكن لا نرى ما وراء الكفاية. صاحب الكفاية رحمة الله عليه اجى الى طهران فنفدت نفقته، كان يريد يروح للعراق للنجف الأشرف، ما عنده، فطلب عبادات نيابية فلم يجد. بعد فترة وجد عبادات نيابية بمبلغ 100 تومان، 20 عام صلاة وصيام، تقبلها وأخذ 100 تومان وراح إلى النجف. ما أعلم أنتم صلين صلاة نيابية وصايمين صوم استجاري لولا 20 عام، مو عام وعامين. إذا تردون تعرفون معنى العبادات النيابية راجعوا كتاب رحلة إلى الشرق، أو رحلتي إلى الشرق للقوشاني، هناك واحد يعرف شنو معنى العبادة النيابية. كاتبين في أحوال أحد العلماء الشيخ هاشم، في يوم من الأيام كان قاعد يتباحث ويا صديقه، وإذا به يتمدد على الأرض في أثناء المباحثة. صديقه يستوحش، يجي يشوفه مغمى عليه، إغماء، فيضطرب ويروح يجيب طبيب. طبيب يجي يشوفه فيقول يطول شوية ماي وشكر، فيخلون في حلقة ماي وشكر. هذا الشيخ هاشم وهو أحد علمائنا، فبعد شوية يفتح عينه، بمجرد ما يفتح عينه يقول لصديقه إلى أين وصلنا في المباحثة، أدم المباحثة. شوفوا شلون إرادة حقيقة. الطبيب يطلع يشير إلى هذا الرجل صديقه، صديق شيخ هاشم، ويقول له هذا ماخذ الضعف، هذا مدة ما ماكل طعام، وهذا إغماء من الضعف، جيد تهيئ له أكل حتى يأكل.
بعدين يتبين هذا يوميا ما ماكل شيء، هذا شيء خاش. يوميا احنا في شهر رمضان عند الغروب واحد احيانا يشعر ان بدنه دا يرتجف، يوميا واحد ما ياكل شيء، وبعدين يغمى عليه وعندما يفتح عينه يقول اين وصلنا في البحث. شوفوا شلون إرادة حقيقة كان. صاحب الحدائق في مكان من الحدائق كما نقل، أنا ما شايف، يقول الأعداء هاجموا بلادنا وأنا الآن مطارد ورايح إلى مكان مختفي ولا أعلم إلى دقائق أنا حي أو ميت، ودا أكتب هذا المكان. يعني واحد يظن، الوالد رحمة الله عليه في أيام القصف اللي واحد ما كان يعلم إلى اللحظات بعد حي أو ميت، كان يكتب مجلدات الفقه دائما على ذلك بدأب. واحد يفكر لا صاحب البحار مشكلة ما كان عنده، العلام الحلي مشكلة ما كان عنده، الشيخ الكليني مشكلة ما كانت عنده، الشيخ الطوسي مشكلة ما كانت عنده، الشيخ الطوسي ما طاردوه وأحرقوا مكتبته فهرب إلى النجف الأشرف، شرف الدين ما عقبوه فشرد وفر ففررت منكم لما خفتكم وأحرقوا مكتبته وكتبه، كثير من كتبه أحرقت، اللي يتأسف عليها أشد التأسف. الحياة هاي الحياة، يعني الجوع، يعني الفقر، يعني المرض، يعني المشكلة. واحد عنده مشكلة عائلية، واحد عنده مشكلة اجتماعية، واحد عنده مشكلة مرضية، واحد عنده مشكلة الخوف، وهكذا. أما أنه نفكر أنه متى ما انتهت المشاكل نبدأ، الجواب لن تنتهي المشاكل. المكان اللي ما بمشاكل هو الآخرة. الآخر بعد مو مكان العمل، الآن مكان العمل. الملا صالح المازندراني هذا كانت ثيابه عتيقة وبالية بحيث كان يخجل أن يراها الطلب، فكان ما يحضر في مجمعه الطلب عندما كانوا يجتمعون ويحضرون بحث المجلسي الأول، كان يجي يقعد هنا خلف الباب. حتى كانوا يظنون أنه فقير، هذا جاي يستعطي، مو طالب من طلاب العلوم الدينية. ورق ما كان عنده، كان يأخذ أوراق العنب ويكتب عليها. شمعة ما كانت عنده، فكان يروح على ضوء دورات المياه هناك يطالع في الليالي. التشيع بهذه الجهود تقدم وبقي وحفظ. فطرح قضية العوائق الخارجية هذا فرار. الله تعالى يقول إن يريدون إلا فرارا،
ننتقل إلى النقطة الثالثة. النقطة الثالثة العوائق النفسية، وهذه العوائق النفسية أخطر من العوائق الخارجية. العوائق النفسية يعني عدم الثقة بالذات، وقبل ذلك عدم الثقة بالله تعالى. أنا أتمكن، أنا الطالب، مجال ما بقى بعد، كل ما أكو كتبوه. كان واحد من أساتذتنا كان يقول بالفقه ماكو مجال، لأن واحد يلقي إبرة بعد امتلأ. من الأساتذة الكبار، مو إبرة، رأس الإبرة كان يقول، مكان رأس إبرة بالفقه ماكو. الله تعالى يقول جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، الهزيمة النفسية. هذه الحالة يجب أن نتغلب عليها. نحن بإذن الله وبعون الله نتمكن. العلامة الحلي رحمة الله عليه عند كتاب شرح التجريد، تقروا يمكن أو قاري، ربما الذين بلغوا 40 لعل بعضهم لا يفهمون، من الكتب المعقدة. تعلمون ألف هذا الكتاب إيش قد كان عمره؟ علام الحلي الآن شرح التجريد باقي في الحوزات العلمية حوالي 700 عام، وإلى الآن يدرس في حوزة قوم. إلى الآن إيش قد عمره كان العلامة الحلي؟ أنا قرأت في مكان أن عمره عندما ألف هذا الكتاب لم يكن قد بلغ 22 عام، يعني في منطقنا طفل كان في ذاك الوقت. شريف العلماء، هذا أستاذ الشيخ الأنصاري، وبعض يعتقدون أن تحقيقات الشيخ الأنصاري في البيع الفضولي، وهي من التحقيقات العميقة، مقتبسة من شريف العلماء في كربلاء، وكان عنده حوزة علمية يحضرها حوالي 1000 مجتهد وطالب وفاضل. شريف العلماء معروف. تعلمون عندما مات ايش قد كان عمره شريف العلماء؟ أكثر الأقوال اللي نقلوها أنه عمره كان حوالي 35 عام. هذا الذي ربى هذه الجمهرة الكبير. واحد يقول ما أقدر وما أتمكن وأنا بعد طفل وبعد ما بقى مجال ومكان رأس إبرة ماكو بعد، شنو أقول أنا؟ العام الشهيد رحمة الله عليه نقل لي هو أن الوالد رحمة الله عليه عندما ألف كتاب الوصول شرح الكفاية كان عمره 18 عام.
كان أكو هذه القضية أنقلها وأدع بقية الحديث إن شاء الله إلى وقت آخر. أحد علماء طهران هو نقل لي هذه القضية، قال أنا كان عمري في ذلك الوقت يمكن حوالي 10 أعوام، رحت مع والدي إلى زيارة فلان واحد، بعدين أقول لكم من هو هذا الواحد، طالب من الطلبة، وطالب متواضع جدا يعني من الناحية الاجتماعية، لا مرجع تقليد كان، لا خطيب شهير كان، لا مقتدر كان، لا صاحب كلمة كان. قال رحنا إلى بيته وشفنا حواليه مجموعة من الكتب. هاي القضية أيضا فيها بعد تربوي. يقول فوالدي قال له شنو هذا الكتاب اللي دا تألف، كان مشغول بكتاب وحواليه كتب ينقل منها. قال هذا فلان كتاب. قال إلى وين وصلت في هذا الكتاب؟ قال إلى أواخره. والدي قال له وهل طبع هذا الكتاب؟ فقال كلاما حادا مضمونه أنه الذنب ذنبي. الوالد تعجب قال ليش هذا الكلام؟ قال في الواقع أنا عندما بدأت بتأليف هذا الكتاب كنت أفكر أن هذا الكتاب سوف ينتشر في شرق الدنيا وغربها، وأن الحوزات العلمية سوف تقبل على هذا الكتاب، وأنه كذا وكذا. الآن أنا في أواخر الكتاب، كل ما أروح إلى مطبعة أقول طبعوا هذا الكتاب يقولون من يطبع هذا الكتاب، وأنا متحير الآن شلون أطبع هذا الكتاب. أما الكتاب الآخر الذي ألفته، أنا عندما بدأت به كنت أفكر ما هي قيمة هذا الكتاب وما هو أثر هذا الكتاب. العلماء الكبار المراجع ألفوا في هذا الشأن، أنا طالب متواضع مغمور أعلف هذا الكتاب، هذا الكتاب شنو دوره؟ والآن هذا كتابي طبع الطبعة يمكن قال العاشرة. هذا الكتاب الثاني اللي ذاك الوقت طبع الطبعة العاشرة مثلا، الآن ثاني كتاب في عالم التشيع. عرفت يا كتاب هذا مفاتيح الجنان. محدث القمي طالب كان يفكر أنه الكفعمي مؤلف في هذا الميدان، الشيخ الطوسي مؤلف في هذا الميدان، ما هي قيمة كتابي؟ الآن ثاني كتاب بعد القرآن الكريم في عالم التشيع مفاتيح الجنان. ك
كان يجي يوم من الأيام في ذهن المحدث القمي أن كتاب مفاتيح الجنان يأخذ هذا المدى الكبير؟ منو قال أنتو كتابكم ما يكون مفاتيح الجنان؟ منو قال؟ والكتاب الآخر اللي كان متورط به هو سفينة البحار، طبعا ذاكم الله جعل فيه خيرا كثيرا، وبعدين طبع بالنتيجة. هذا أحد علماء طهران الأحياء فعلا نقل لي هذه القضية اللي هو كان مع والده شاهدها. سفينة البحار جد عمل عظيم، نقل أن أحد الغربيين قال هذا مو شغل فرد، هذا شغل لجنة، فرد واحد سوى هذا العمل. يقولون طالع البحار مرتين كل، ما أدري الآن أكو في كل العالم واحد مطالع البحار مرتين لهذا سفينة البحار. الخطباء اللي يروحون للتبليغ بعضهم فقط يأخذون سفينة البحار، يقولون هذا يكفينا كل شيء أي مطلب. يقولون يوم من الأيام المحدث القمي كان يريد يدخل في الحضرة فما تمكن على أثر الزحام، فكان واقف خارج متأثر جدا، فأجى واحد قال له شيخنا ليش متأثر؟ قال ما أقدر أدخل في الحضرة. قال لا تتأثر، لأن كل واحد دا يدخل بالحضرة وياه فد شيخ عباس القمي مفاتيح الجنان ماخذه تحت إبطه وبإيده، فأنت في الواقع دا تروح مع هذه المئات أو الألوف أو الملايين. وأنقل لكم قضية في إحدى البلاد، سألت واحد كانت عند مكتبة، هذه القضية حقيقة حجة علينا، أكو فد كتاب ألفه شاب لا معمم لا حوزوي، شاب من الشباب موظف حتى بيته إيجار، كان يدفع فلوس إيجار، ألفت كتاب. أنا سألت صاحب مكتبة أكثر الكتب رواجا عندك في الجانب الديني أي كتب؟ فقال أكثر الكتب رواجا عندنا في الجانب الديني كتب الأدعية، وهذا يدل على الحاجة الكبيرة لدى البشر إلى الدعاء، هذا الإقبال على كتب الأدعية دليل الحاجة العظيمة للبشر. فقلت له في كتب الأدعية أي كتب أكثر رواجا؟ الآن ما أتذكر. قال الكتاب الأول مفاتيح الجنان، والثاني هذا الكتاب، لو الأول هذا الكتاب والثاني مفاتيح الجنان. موظف ألفه كتاب في الدعاء، الآن موجود، اسمه مو مكتوب على الكتاب، يعني واحد ما يعرف أنه منو مؤلف هذا الكتاب. أنا لأنه كان عندي شغل وياي راد مني بعض الملاحظات فعرفت أنه مؤلف هذا الكتاب، هذا مو حجة علينا يوم القيامة. إحنا يجب علينا أن نقاوم هذه الحالة، حالة أنه من تمكن من قدر ماكو مجال، ولا تيأسوا من روح الله،
إن شاء الله بقية الحديث ندعه لما بعد.